السلام عليكم، ترحبوا بكم داخل المركز الوطني لتخييم بوزنيق الشاطئ. الآن كنتواجدوا في إطار فعالية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني العطلة الجامعي داخل المركز الوطني لتخييم بوزنيق الشاطئ، بحمولة تناهز 1080 مستفيد مستفيدة موزعين على 8 جماعات مخيمة، أي بمعدل 135 مستفيد عن كل جماعة مخيمة. أكيد كما طلعتوا في الزيارة الميدانية، المركز الوطني الآن يتوفر على بنية تحتية نشيطية في المستوى الحديث التي تليق اليوم وانتظارات الطفولة والشباب المغربي. أكيد أننا اليوم في حاجة إلى تنويع العرض الوطني للتخييم، وأكيد أننا اليوم في إطار المستفيدين اللي كاينين اللي جاونا من واحد العدد ديال المناطق خصوصا المناطق الداخلية اللي كيستمتعوا بعطلتهم داخل المركز. كما كتعرفوا ان التميز اللي كيحقوا المركز هو انه مخيم شاطئي، ونحن نعلم على ان بوزنيقة كما شفنا هذا الصباح حازت على اللواء الازرق. اذا البرنامج التنشيطي متنوع، برنامج كتتدخلوا فيه البرامج العامه ببرامج الشركاء. كما شفتوا كاين واحد العدد ديال الشركاء اليوم اللي كاينين معنا، الناس ديال السلامه الطرقيه، وكاله التنميه الرقميه، المجموعات المسرحيه. اذا كل هذه البرامج تتدخل لتعطينا اليوم واحد القيمه نوعيه مضافه للطفوله المغربيه اللي اكيد غتكون عندها تاثير ايجابي على شخصيتهم، لكي تكون طفولتنا اليوم فاعله في ذاتها اولا وفي مجتمعها ثانيا. واكيد اننا ما يمكن لنا اليوم الا نعتزوا بهذا الفضاء اللي كينضاف لواحد العدد ديال الفضاءات اللي كاينه في المغرب، اللي كاينه خمسه، هي فضاءات تصنف من فضاءات الجيل الجديد. اللي كيميزها هي انها اليوم رقعت بالخدمات المقدمه للطفوله، واكيد اننا في حاجه كذلك المخيمات بشكلها التقليدي كما كاينه في الاطلس. واللي مهم في هذه العمليه كامله هو ان اليوم عندنا تنويع العرض الوطني للتخييم اللي اكيد الطفوله ديالنا غتستمتع به، ونحن الان مقبلين على مرحله ثالثه ورابعه ومرحله خامسه التي سيغلق بها البرنامج الوطني للتخييم، والمؤشرات النجاح باديه منذ انطلاقه. اكيد انا بتتبع المستمر ديال السيد الوزير الشباب والثقافه والتواصل اللي كيركز باكثر من مره على المضامين التربويه، واليوم الحمد لله تنشوفوا ان هنالك جيل جديد كذلك من الاطر التي اصبحت لها لمستها فيما يتعلق بالتاطير والتربوي والتنشيط. واكيد اننا اليوم يمكن لنا الى نوهوا بهذا العمل، ونشكركم كذلك رجال ديال الاعلام اللي اكيد بالدعم والمواكبه المستمره ديالكم اليوم نحقق نجاحا تلو النجاح، على امل ان شاء الله ان نلتقي في موسم اخر فيه ارقام كبيره من المستفيدين. وشكرا. تحت رعايه الساميه صاحب الجلاله نصره الله، كتنظم وزاره الشباب والثقافه والتواصل بشراكه مع الجامعه الوطنيه للتخييم برنامج الوطني للتخييم. هاد السنه بالذات ان هذا البرنامج هذا كيعرف واحد تحسن، واحد يعني كيسعى السيد الوزير الى تجويد المضامين وكذلك تجويد في المطعمه وكذلك في البنيه التحتيه. المغرب الحمد لله عرف واحد افتتاح ديال واحد عدد كبير من المخيمات اللي تسمي من الجيل الجديد. وهاد السنه هذه بوزنيقه كانت ارتفعت الحموله، كانت شحال هذه كانت 400 مستفيد، الان 1080 مستفيد في كل مرحله اللي كيجيو الاطفال لهنا لمدينه بوزنيقه كيستمتعوا بهاد الفضاء الجميل، وكذلك بالشاطئ، وكذلك كيجيو انه كيستافدوا كذلك بهذه الخدمات اللي كيقدمها المركز من ناحيه ديال تجويد المطعمه، وكذلك من المضامين اللي قلنا انهم كنحرصوا على انهم الاطفال يستافدوا اكثر ما يمكن في البرامج التنشيطيه وكذلك التوعويه اللي في نهايه المرحله كيمشي الطفل كيرجع لاقليم المدينه ديالو او القريه ديالو حامل واحد مجموعه ديال السلوكيات والقيم اللي كنسعوا لانها تلقاها في هذه المرحله. وشكرا.